بعد ما شفتك عم تضربي كف اقتنعت انه انت عن جد حفيدتي. وقت كنت صغيرة كنت اضرب الرجال السيئين لحتى يتربوا لدرجة انه دمر لهم حياتهم. جدي بترجاك تسامحني. أنا عم حذرك من اليوم ورايح. ناديني بلونتو بس، وبحياتك كلها ما بقى تنادي لي يا جدي. أنا ما كنت أحكي معك، بس هالمرة وبعد اللي صار أنا قررت أني أقطع كل روابطي معك. بابا بترجاك لا تحكي بهالطريقة هاي. ليش؟ مو من حقي إني أتضايق. عمي اهدي يا بنتي. لا تهتمي بنتي. بنتي بدك وقت حتى تنسي، بس المهم إنك تكوني تعلمتي شي من يلي صار. انسي كل شي صار معك، وأولن هداك شوريا. ما لازم تتذكري أبدا. هذا كان الأمل الأخير لإلي. بابا بترجاك، بابا بترجاك. شو ما تعيدها؟ شو قلت؟ عم تعلي صوتك بوشي؟ عم تعلي صوتك ها؟ أنا بكون أبوك. تعرف إنه في هلا عاقبك عقاب قاسي؟ أو حتى أخنك يا ولد؟ أنت مفكر إنه فيك تمنعني إني أشوف مرتي؟ إذا تصرفت معي هيك تصرفات مرة تانية أو جبت سيرة أمك على لسانك رح صير أضربك بقوة لدرجة إنه أمك ما رح تقدر تعرفك. تعبت كتير لحتى جمعت هالمصاري، وبظن انه لازم هلا احرقهم او اخفيهم. تخيلي عن جد رح جن انا. يلي بيكسبوا مصاري بطريقه سيئه بيستحقوا هالشي، وانا بقترح عليك انه توزع هالمصاري على الناس المحتاجين. وانا بنصحك انه تركزي على التعامل مع ابنك وبس. بلا اقتراحات ذكيه يا ذكيه. انا قلت لك من قبل اشتري ذهب ومجوهرات فيهم بدل ما تجمد هالمصاري بدون فائده. الكل هون لازم ينفذ القوانين، وبتكون الصراحة هاد الصحة عن جد. بلا مواعظ، اللي شو أعمل بهالمصاري المخزنة؟ اسمع، ساوي اللي بدك ياه، أنا لقيت حل لحالي. قسم الضريبة داهم بيت السيد كابور، ومتأكدة إنه نحن على القائمة، لهيك بدل ما تتقاتلوا سوا، الأفضل إنه تحاولوا تلاقوا حل لهالمشكلة. ركزوا على القصة. هدول لازم يتخبوا قبل ما يجي التفتيش لعنا. ما خلصنا من هالقصة. بعدين شو هالمنظر هاد؟ منيح اتنيناتكن صار فيكن تقعدوا وتسهروا بالحديقة كمان. شايف؟ هاي لقيت شريك إلك. بعينا سكوتك شوية لانا. شوريا انت ليش عم تعمل بحالك هيك؟ وانت شو دخلك؟ فيك تقلي؟
اتركني. شوريا قوم، شوريا قوم يلا. شوريا ليش هيك عامل بحالك؟ هي نتيجة محبتك الزايدة. شوفي لوين وصل ابنك. انت ليش عم تحكي معه بهي الطريقة؟ رح يكون منيح الصبح مزبوط ما؟ انا هلأ رح ساعده شوي، رح جرب خليه يستفرغ ورح يرتاح فورا. يلا 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 هات عنا. شوي شوي دير بالك، تعا عود على التخت من هون. يلا عود على محلك. ماما خلص قوم. لا أمي لا، إذا بتريدي عادي. خلص شوريا تعالي عادي، خليكي هون جنبي. شو صاير لك يا ابني؟ أنا آسف أمي. وشو الفايدة من الاعتذار شوريا؟ أنت كل مالك عم بتصير سيء. ما احترمتني أنا أمك، وحتى ما احترمت حالك قدام العالم. ليش عملت هيك مع هالبنت؟ لأنه صدقيني بتستحقه أمي. يعني بهالحالة بتكون انبسطت؟ ربحت وضحكت عليها؟ لأنك خليتها تنسحب من برنامجك؟ قول شوريا، أنت مبسوط هيك؟ مبسوط؟ أمي كفى هداك، ذكرني بحدا أنا بكرهه. أمي ما هيك شارما اللي من الناس البسطاء؟ ذكرتني بأبي يا أمي، بإدعاءاته وبكذبه. ما قدرت أنتقم من أبي يا أمي، بس انتقمت من هالناس. أنا ضايع كتير يا أمي. هلأ كل شي حلمت أني ساوي تدمر، والصفقة راحت من إيدي. أنا ضايع. ليش؟ ليش هيك عم يصير معي أنا؟ وكمان المستثمرين قالوا لي إنه سمعتي تشوهت بالمجتمع، تشوهت بشكل كتير كبير. طبعاً لأني انضربت. هالبنت صارت قدوة لكل البنات. تخيلي أمي إنها صارت قدوة. ساوتني إنسان كتير صغير، بدون ياني أعتذر منها. بدون ياني أكد إنه كل شي منيح. هنن بدون ياني أعتذر منها بشكل علني. وكمان هي لازم تقبل اعتذاري، بس هذا الشي صعب كتير أمي. كيف رح يصير هيك؟ قليلي كيف يا أمي. انت شو بدك؟ فهمني، انت ندمان على اللي عملته بهديك البنت شوريا؟ انت رح تعتذر منها شي؟ يعني شو الفرق برأيك امي؟ لانه الاعتذار منها ما رح يغير اي شي. شو الفايدة بعد كل اللي صار؟ اذا اعتذرت منها بدافع أناني،
فوقتها ما رح تقابلني أبدا ولا رح تسامحني أمي. صدقيني كل شي تدمر، كل شي تدمر. أنا ضعت يا أمي، أنا ضعت.